السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة دروي الدراما. اليوم عندنا درس جديد للرومات والفلاشات المطبوخة للأجهزة المتوسطة الإصدارات في الأندرويد، يعني مثلا النوت 3. حاليا أنا بملك النوت 3، هو طراز N9005. فإذا حبيت إنه أغير في، طبعا حاليا ما في تحديث حاليا من شركة سامسونج، اللي هو الموجود يا إما كيتكات أو لبوب، لكن أندرويد 6 مارشميلو ما شايفين إنه موجود هسه حاليا تحديث رسمي يعني. فحبيت أشارككم الفكرة وهو الدرس في الرومات المطبوخة، يعني إذا كان حبيت إنك تغير النظام هاتفك للنظام الأجهزة الكبيرة. وفي ناس كتير يعني بكون زي حالات زي ما بيقولوا إنه نملك النوت 3 لكن ما نقدر نملك النوت 7 أو الإس 8 أو الإس 6، لكن إذا كان جهازنا يعني بيقدر يعني صلينا بإمكانيات الأجهزة الكبيرة من أخوات المطورين انه يصنعوا رومات يعني تخليك تصل لامكانيات الاجهزه الكبيره، ليه لا؟ احنا نصل، ليه ما نصل؟ ممكن انا اشتري لي جهاز كبير زي النوت 3 وما اقدر استفيد منه امكانيات، اذا كان امكانياته بتخليني انا اصل ل حاجه زي دي اصل، ليه ما اصل؟ واكون يعني مستمتع بهاتفي يعني الشايب يعني زي ما. فزي ما شايفين هو ده يعني. فنمشي للضبط حول الجهاز، معلومات حول البرنامج اللي هو إصدار الأندرويد 6.0.1. وطبعا أنا حاليا بتكلم عن طراز اللي هو N9005 يعني. فالطرازات التانية موجود فيها يعني، لكن أنا بملك ال N9005. فأي شيء يعني إذا كان قارنت بالأجهزة النوت 7 أو الإس 8 أو الإس 6 بالضبط بتلقاها بنفس الإمكانيات الموجودة حاليا المعروضة قدامك بكل شيء يعني. يعني ما في شيء ناقص يعني، حتى الساعة الليلية يعني موجودة فيه زي ما شايفين. شاشة الساعة الليلية الجانبية موجودة يعني، الشريط الجانبي برضو موجود يعني، ممكن تخصصه باللوحات الجانبية الموجودة زي ما شايف، هي الشيء اللي بيريحك يعني. يعني من الطقس، من الميوزك، من التطبيقات، من الميوزك، من مغربو الشاشة، من الأخبار، من تقويم، من اي شيء يعني، ممكن من الادوات السريعه يعني. اي شريط جانبي ممكن تنزل بعدين برضو اشرطه جانبيه زياده. انا طبعا انا حاليا ما موصل النت، ما عندي خدمه بتاعت الانترنت حاليا، لكن ممكن تنزل يعني انت اذا كان هاتفك موصل بالنت يعني. فصيانه زي ما شايفين، صيانه الجهاز، الميزات المتقدمه، القلم السكون الذكي، الالعاب يعني كل شيء موجود، الجيم لانشر، الجيم تولس. فبنمشي هنا برضو للشاشة، هنا بنمشي برضو للخطوط، ممكن تغير الخط الهاتف يعني، وبعدين ممكن برضو تنزل يعني، جايب لك تنزل الخطوط يعني، ممكن تنزل الخطوط يعني برضو ممكن تكبر فيه وتصغر في حجم الخط يعني زي الأجهزة الكبيرة. الشريط، الحالة، عبد، نسبة البطارية، سرعة الشبكة برضو يعني، تاني معتصم، الساعة الليلية، الشاشة الجانبية زي ما جايبين يعني، ممكن تخصصها يعني، بعدين ممكن تخصص الشاشة الجانبية.
بنمشي هنا أهم شيء طبعا في الأجهزة الكاميرا، طبعا أنصح حاليا بالليل يعني صور بالليل. بعدين إن في البانوراما محترفة الغاية، الأغتاب على ومعي البث المباشر، صورة ذاتية عبر الكاميرا الخلفية، وجه جميل ليلي، رياضة صوت والتقاط صورة كيف متحركة، يعني كله يعني زي ما شايفين. نقرب الصورة، أنا حسب إمكانيات الجهاز يعني. فبرضو بنمشي للميوزك، شايفين يعني فلاش زي ما قلت لكم انا اشتغلت بها كم يوم، يعني ما شفت فيه عيب يلفت النظر، يعني خليك انك ما تقدر تشتغل بها، لكن يعني زي ما شايفين كتابة. أتمنى أن تستفيدوا من الدرس، ولا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة ليصلكم كل جديد. طبعا دروس بتاعة الفلاشات المطبوخة والرومات المطبوخة هيكون مستمر بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا بدأت فيها، إن شاء الله هتكون في دروس أخرى لأجهزة أخرى، أو في ال... أو حتى إذا كان ما بنملك أجهزة بنجيب لكم الرابط أو موقع الروم للطرازات الأخرى يعني. فأتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الدرس، ولا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.